بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله درس جديد اسمه إيه؟ تصنيف الزوايا. الدرس ده أول درس في المفهوم الثاني من الوحدة الـ12، الدرس الخامس والسادس، تصنيف الزوايا ورسم الزوايا. وبداية هناخد الزاوية القائمة. مين الزاوية القائمة دي؟ شايف الشكل ده إيه؟ مربع. الزاوية دي معدولة قوي، ودي كمان زيها، ودي كمان زيها، ودي زيها، يبقى كل زاوية في المربع قائمة، عبارة عن خط أفقي ونزل عليه التاني رأس عمودي، عمل معاه زاوية قائمة. نقول المستقيمين متعامدين، أو قطعتين متعامدتين، أو شعاعين متعامدين، يعني هنا قطعة وقطعة. طب بص في الأخيرة دي، خط مستقيم وخط مستقيم، دي زاوية قائمة ودي قائمة ودي قائمة ودي قائمة. لذلك المستقيمين دول اسمهم في الرياضيات مستقيمين متعامدين. طب يجي لك يقول لك ينشأ عنهم ايه؟ اقول له ينشأ عنهم 4 زوايا قائمة. طب الرسمة دي رسمة مستطيل، دي قائمة ودي قائمة ودي قائمة ودي قائمة. يبقى مين اللي زوايا قائمة؟ المربع زوايا قائمة، والمستطيل زوايا قائمة. أمال الرسمة دي رسمة إيه؟ مثلث، ولكن مثلث قائم الزاوية. ليه؟ لأنه عنده زاوية قائمة. طب دي صغيرة قوي تبقى حادة، ودي ضيقة تبقى حادة، لكن مادام عنده قائمة يبقى مثلث قائم الزاوية. والزاوية القائمة دايما نقول عليها زاوية رأسها مربعة، شبه مين؟ الزاوية اللي عند المربع. تعال نشوف تصنيف الزوايا. شايف الزاوية اللي قدامنا الصغننة اللي مستر حامد بيظللها دي؟ ادي شعاع، والاسود ده شعاع، عملت زاوية، عملت ركن بين الاتنين، اهي الزاوية دي حادة. عرفت منين؟ لانها اصغر من القائمة. زي مين؟ الطائر اللي فاتح بقه، شايف الشعاعين دول؟ اه، فم الطائر هنا عامل زاوية ايه؟ زاوية حادة ضيقة صغيرة، يبقى الزاوية الحادة أصغر من الزاوية القائمة. يقوم يجي ولد يقول لي عرفت منين؟ أقول له شايف الخط اللبني اللي أنا طلعته الشعاع ده؟ آه، يبقى الشعاع اللبني مع الشعاع اللي تحت ده يعملوا زاوية قائمة، لكن الأسود ده أقل يبقى زاوية حادة. طب دي الزاوية الأولى. الزاوية الثانية الزاوية القائمة زي ما أنتوا شايفين، ده شعاع وده شعاع، والاتنين متعامدين. الزاوية القائمة هي زاوية مربعة، زي مين؟ باب الشقة اللي انتوا شايفينه ده، كل زاوية فيه قائمة قائمة قائمة، يبقى عنده مين؟ الحواف عاملة زوايا قائمة. هنا الخط اللبني ده كده يبقى زاوية قائمة. طب لو عملت الاسود الشعاع ده يبقى فتحت قوي قوي قوي، ما دام فتحت عن القائمة يبقى زاوية منفرجة. الزاوية المنفرجة قياسها أكبر من القائمة، زي الراجل اللي بيلعب إيه؟ وثب طويل في الجري ده، شوفوا البرجل ما شاء الله عامل إيه؟ شايفين فتحة قدميه قد إيه؟ يبقى هنا زاوية منفرجة لأنها تعدت القائمة، يبقى الصغيرة حادة، الوسط قائمة، الكبيرة بتاعتهم منفرجة. وجاي هنا بيقول لي قول نوع الزاوية. الزاوية اللي بين الاتنين، تعريف الزاوية إيه؟ هي اتحاد شعاعين، ادي شعاع وادي شعاع، لهما نفس نقطة البداية. طب دي زاوية ايه يا مستر؟ اقول له دي ضيقة قوي، ما دام ضيقة يبقى زاوية حادة. طب امال دي؟ ده واحد افقي والتاني رأسي، ده زاوية مربعة، يطلق عليها ايه؟ زاوية قائمة. ادي النوع التاني. النوع التالت دي فاتحة بقها قوي قوي، دي اكبر من القائمة، يبقى زاوية منفرجة. ادي التلات انواع. هنا بيقول لي استخدم المسطرة لتوصيل النقاط، عمل لي نقاط على نقط معينة فوصلت. فبيقول لك قول لي بقى الزاوية الاولى زاوية ايه؟ اقول له زاوية قائمة مربعة اهي. طب لما وصلت النقط في التانية طلعت زاوية ايه؟ حادة لانها صغيرة. طب هنا زاوية ايه؟ منفرجة. ليه؟ لانها لو كانت عملت كده كانت بقت ايه؟ بقت قائمة، لكن دي فتحت اكتر بزيادة يبقى زاوية منفرجة. طب هنا بيقول لي تعرف تقول لي في نمرة 4
زاوية قائمة وزاوية منفرجة يكونوا مشتركين في البداية. أوكي، راح مستر حامد عامل كده وعامل كده، يبقى كده زاوية قائمة. طب ده عمو عايز منفرجة بالنسبة للدراع التاني، رحت عامل ده فاتح بقه قوي، يبقى دي زاوية منفرجة. القائمة اللي هي دي، المنفرجة اللي هي دي، الاتنين اتفقوا فين؟ في راس الزاوية، نقطة البداية للاتنين. تعال نشوف سؤال جميل، تسمى الزاوية الأقل من القائمة، الأصغر من القائمة، يبقى اسمها إيه؟ يبقى اسمها الزاوية الحادة. سهلة يا مستر. طب نوع الزاوية اللي في الشكل المقابل ده؟ باينة جدا، دي زاوية قائمة مربعة معتدلة. اللي بعده، الزاوية المنفرجة، نقط الزاوية القائمة يعني أكبر ولا أقل؟ أقول له أكبر من المنفرجة، أكبر واحدة في الثلاثة. طب الشكل ده بيمثل زاوية إيه؟ دي فاتحة بقها قوي قوي، دي عدت القائمة، يبقى زاوية منفرجة. أدي سؤال اختار ونختم بالشريحة دي يا ولاد. الزاوية مين؟ هي زاوية أكبر من القائمة، أقول له الأكبر من القائمة يبقى مين؟ الزاوية المنفرجة، بالجيم مش بالدال. أي من الزوايا التالية هي زاوية حادة؟ بص كده، دي فاتحة بقها منفرجة، دي ضيقة حادة، ده خط مستقيم والزاوية عليها هي، يبقى دي اسمها زاوية إيه؟ مستقيمة يا ولاد، دي زاوية مستقيمة. أمال دي إيه؟ ده دي قائمة يا مستر، ودي ضيقة حادة، ودي فاتحة بقها منفرجة، يبقى مين الإجابة الصحيحة؟ شكل ب، زاوية حادة. الزاوية الحادة نقط الزاوية القائمة، الحادة هي أصغر واحدة فيهم، يبقى نقول أقل من الحادة، أقل من القائمة. طب نوع الزاوية اللي قصادك دي صغنونة وضيقة، يبقى زاوية حادة لأنها أصغر من القائمة. طب الزاوية الناتجة من تعامد خطين، وكلمة تعامد يعني شبه علامة الزائد، ما دام شبه علامة الزائد يبقى الزاوية الناتجة زاوية إيه؟ قائمة، ومش قائمة واحدة، ده أربع زوايا قائمة. آدي تصنيف الزوايا وأنواع الزوايا، يا رب تكون سهل وبسيط ومفهوم.